أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد على مائدة القرآن في برنامجكم الميسر في التلاوة. بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة نشرع في سورة المرسلات بروايتي حفص وكذلك ورش، والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين.
هذه الآيات المباركات أقسم سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة على البعث والجزاء بالأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تبارك وتعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. وكلمة عرفة حال من المرسلات، أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والبعث. فالعاصفات عصفا، وهي أيضا الملائكة التي أرسلها الله تبارك وتعالى ووصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره، كالريح العاصف، أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها. والناشرات نشرا، ثم قال جل جلاله والناشرات نشرا، يحتمل أنها الملائكة أيضا تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحابة التي ينشر بها الله الأرض فيحييها بعد موتها. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، وهي الملائكة أيضا تلقي أشرف الأوامر وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه أو تلقيه إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال جل جلاله عذرا أو نذرا، والقراءة الأخرى بضم الذال عذرا أو نذرا، أي إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع معذرتهم فلا يكون لهم حجة على الله. إنما توعدون لواقع، قال تعالى إنما توعدون من البعث والجزاء على الأعمال، لواقع أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. ثم قال جل جلاله فإذا النجوم طمست، فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم أي تتناثر وتزول عن أماكنها. ثم قال تعالى وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت، وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الرسل أقتت، وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل، لأي يوم أجلت، وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال جل جلاله لأي يوم أجلت، استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل. ثم قال تعالى ليوم الفصل، ثم أجاب بقوله ليوم الفصل، أي من بين الخلائق بعضهم لبعض وحساب كل منهم منفردا. ثم قال تعالى وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال ويل يومئذ للمكذبين، أي يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء من قلبهم، أخبرهم الله جل جلاله وأقسم لهم فلم يصدقوه فاستحقوا العقوبة البليغة. ألم نهلك الأولين، أي ما أهلكنا المكذبين السابقين، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، وهي سنته سبحانه وتعالى السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عذابه. فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون. ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات. ثم قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين، أي في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والترائب. ثم قال تعالى فجعلناه في قرار مكين، يعني حتى جعله الله في قرار مكين وهو الرحم، به يستقر وينمو. ثم قال تعالى إلى قدر معلوم ووقت مقدر،
فقدرنا فنعم القادرون، وفي قراءة أخرى فقدرنا كما قرأناها قبل قليل، أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ثم نفق فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. فنعم القادرون يعني بذلك نفسه المقدسة جل جلاله، حيث كان قدرا تابعا للحكمة موافق للحمد. ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. بهذا أحبابي نكون قد بينا بعض اللطائف التي وردت في بعض التفاسير في هذه الآيات المباركات، ثم الآن نستقبل بعض المشاركات، ومعنا مشاركة الأخ السعيد أبو عمر من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أبو عمر، تلاوتك ممتازة ما شاء الله، ونفع الله بك. معنا مشاركة أحمد الغمدي من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أخ أحمد، ما شاء الله أداك طيب، نفع الله بك. معنا مشاركة يوسف من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا يوسف، ما شاء الله أداءك طيب ونفع الله بك. معنا مشاركة عبد الرحمن الخلدي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، أداك طيب وجزاك الله خير على التلاوة حسن الأداء. معنا مشاركة أحمد عباس من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين
ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أخ أحمد، ما شاء الله أداءك طيب، جزاك الله خير على المشاركة والتلاوة. معنا مشاركة صالح العويس من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا صالح على الأداء والمشاركة، قراءتك طيبة، لكن انتبه إلى قوله تعالى ألم نخلقكم من هذا إدغام متماثلين صغير كامل بغنة. بارك الله فيك. معنا مشاركة أحمد الخطاب من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أخ أحمد على التلاوة والأداء، نفع الله بك. معنا مشاركة رحمة من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا رحمة، ما شاء الله أداك طيب، جزاك الله خيرا على التلاوة وحسن الأداء. بهذا أحباب الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف المشاركات، ومعنا مشاركة محمود من مصر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله تبارك الله، أداك طيب أخ محمود وصوتك رائع، لكن انتبه إلى بعض الملحوظات في قوله تعالى طمست السين فخمت منك وتحولت إلى صاد. نتبعهم الآخرين، حافظ على ضم العين والهاء معا بارك الله فيك. معنا أنس العفرو من ألمانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. بارك الله وإن فيك، جزاك الله خير يا أنس على التلاوة والأداء، لكن انتبه لقوله تعالى عذرا أو نذرا بإسكان الذال في الموضعين. معنا مشاركة محمد الجزار من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أخ محمد على المشاركة والأداء، ما شاء الله تبارك الله أداءك طيب. معنا مشاركة حمزة من مصر. المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. حسبك بارك الله فيك يا حمزة، ما شاء الله قراءتك طيبة إن شاء الله، مشروع قارئ متميز إن شاء الله. معنا مهدي من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا
إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. حسبك، بارك الله فيك يا أخ مهدي. معنا مشاركة فيصل من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. حسبك، بارك الله فيك يا أخي فيصل، قراءتك طيبة، لكن انتبه إلى قوله تعالى فالعاصفات عصفا، العين مرققة، كذلك أدراك، هذا تقليل وليس إمالة، بارك الله فيك. معنا حمادة من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أخ حمادة على المشاركة والأداء. معنا مشاركة أحمد محمد من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك أخ محمد على المشاركة والأداء. معنا مشاركة عبد الغني من إيطاليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
بست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. حسبك. وإذا بارك الله فيك أخ عبد الغني. معنا مشاركة عبد الرحمن يوسف من مصر. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. حسبك. بارك الله فيك عبد الرحمن، ما شاء الله قراءتك طيبة، نفع الله بك. معنا محمد جابر من إريتريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. حسبك. بارك الله فيك أخ محمد، نفع الله بك. معنا مشاركة ظريف حسن من إيطاليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. بارك الله فيك أخي ظريف، لكن انتبه إلى الحروف المرققة المفخمة، لابد أن تقرأ على الشيخ مجيد يعلمك التلاوة، نفع الله بك. معنا نسيم من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. بارك الله فيك نسيم على التلاوة والمشاركة، لكن هناك بعض الحروف تحتاج إلى ضبط في التفخيم والترقيق، بارك الله فيك. معنا عبد الرزاق من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. حسبك. بارك الله فيك، نفع الله بك. معنا مشاركة أفنان من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. بارك الله فيك يا أفنان، ما شاء الله قراءتك طيبة، لكن انتبه إلى التفخيم فيه أو الترقيق. فالعاصفات كذلك عذرا، الراء هنا مفخمة ليست مرققة لأحد. بارك الله فيك. معنا مشاركة عمار المغربي من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. حسبك. وإذا بارك الله فيك أخ عمار، ما شاء الله قراءتك طيبة. معنا مشاركة أبو عبد الرحمن الصاوي من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. حسبك بارك الله فيك على المشاركة أبو عبد الرحمن. معنا حسان العفرو من ألمانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. بارك الله فيك يا حسان. يعني نصيحتي إليك أن تذهب إلى شيخ مجيد يعلمك التلاوة وحسن الأداء، جزاك الله خير. معنا أحمد من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. حسبك بارك الله فيك أخ عمد، ما شاء الله أداك طيب ممتاز جدا. معنا يوسف بن عتو من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. حسبك، بارك الله فيك أخي يوسف، ما شاء الله أداك طيب. معنا خالد الزيادي من السعودية. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيك يا خالد، ما شاء الله. بهذا أحبابي يكون ختامه مسك، ونعتذر لمن قطعنا عنهم التلاوة يعني حرصا من البرنامج على مشاركة الجميع، وبإذن الله تعالى نذكر بورد الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من آية 25 من سورة المرسلات، قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، إلى الآية رقم 40 من السورة في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. ونشكر فريق العمل ونشكر كل الإخوة المشاركين والمشاهدين والمشاهدات، ونلقاكم على خير في لقاء متجدد بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية.